خلي حدا يجي يشل المؤصل. احترام سيدنا. ما طايت لحدا. ما فيك تشيليه. بدي فل سيدنا اللي خليه. ليلى رح تبقي هون. جسمك تعبان كتير ومنشف من المي، ما في ولا نقطة. عم بيحطوا لي بالمصل فيتامين وأدوية لازم تاخديهم. حكيت مع أهلك بس ما خبرتهم. الله يساعدهم اللي فيهم يكفيهم. قلت لهم إنه عندك تحقيق ورح تطولي. لحقتك كتير ترتاحي هلأ. بس إذا حسيتي أي شيء دغري احكيني. سيدنا. شو؟ أنا ما رح فيي يكون بالعزا. هي تاني مرة بتقولي لي هالجملة. قبل ما تغيب عن الوعي كمان قلتي لي هيك. بس ما فهمت عليك. ما بدي تطلع صورتي على الإعلام، ما بدي تنعرف هويتي. كمان ما فهمت عليك. سيدنا قصدي إنه ما بدي الحوت وعائلة الديب يعرفوا أنا مين. لأن أنا عم بطلب منك إذا بتريد تنقلني. أنا بهمني كتير استلم العملية وكفية عن خيي. أكيد لا. ما فيني أنقلك. ما في صرني قضية صارت شخصية بالنسبة لإلك. سيدنا خليني أشرح لك. الموضوع مش هيك. أنت أكتر حدا بيعرف قدي أنا بحب شغلي وإني بفضل أستلك على حياتي الشخصية. أنا خسرت جوزي وما تركت. سيدنا خليني في الشلو خلق ولا خيي. خليني أستلم عملية 2020 إذا بتريد. أنا قلت مش معقول يكون تشابه بالأسامي. والله وأنا كمان ما توقعت يكون هالقد حظي حلو وتطلع كمان بتحكم بهالمستشفى. مثل عادتك ما بتهتمي بصحتك. عندك نقص بكل الفيتامينز. عطلان همي يعني؟ لا عطلان هميرة. ما بديها تخسري كنت ما خسرت بيا من وراكي. بعدك ما قلت لها انه جوزي مات من وراي. لكن كيف مات؟ قدروا هالقد عمره. انت لو تنزلتي على القضيه اللي كانت معك ما كانت العصابه انتقمت منك وقتلته. ما كان نص عمره. ليك جلال انا ما قلت لك هذا الحكي. لا صحتي ولا نفسيتي بتسمح لي. انا خيي مات ضحيه. هو عم بيلقط هدول العصابات يلي انت حضرتك بدك اياهم يضلوا فلتانين. نقطة الخي قاسية. تسأليني إلي. طلع لبرا جلال. طلع لبرا. عم تشمت بخي عم تشمت بالميت. طلع لبرا. في سيدنا. خليه يظهر لبرا. تفضل لبرا. اطلع لحدي. طيب عمو ما عرف لكن طلع لبرا. سلامتك. ممنوع بقى حدا يفوت لهون وسكر الباب وراكي.